لخلق انسان جديد، راجل جديد ولاعب جديد حديث. يعني في ناس احنا ما شفناهمش خالص لكن احنا مقتنعين بيهم ومؤمنين بيهم وبنحبهم جدا من غير ما نشوفهم. انا هخلي مهندس الصفقات، المهندس الجميل، الراجل اللي كل ما بيكبر بحلاوه وبينضج، مهندس عدل الكوعي، هو اللي يقول لحضرتك الناس كلها بتحبك ليه. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بك يا ميدو، وتحياتي للشخصيه اللي هي شخصيه بعتبرها شخصيه فريده، يعني نظام لوحده كده. تحياتي لمستر مانويل اللي وحشنا جدا. Obrigado, amigo Adler. É um prazer. مش حضرتك يا كابتن، ده شرف ليا. وانا اني كان اسمع حضرتك. عارف ان حضرتك رجعت النادي تاني؟ مبروك، الف مبروك. احنا كلنا مشكلتنا نقطه ضعفنا النادي الاهلي، يعني اي وقت الاهلي هيقول لنا تعالوا بننسى زعلنا، بننسى اي حاجه وبنجري على طول، عشان هو النادي الاهلي ده السحر بتاعه. لكن انا عايز اتكلم عليك انت شويه بعد اذنك، اسمعني انا جاي اتكلم عليك. اتفضل يا باشمهندس. يعني مستر مانويل مش مدرب كويس، مش كوتش كويس، مش هذا رجل مفكر، رجل فيلسوف، رجل صاحب رؤية، يعني أبعد شوية من إنه يكون مدرب كويس أو كوتش كويس. الله عليك. هو يعني هقول لك حاجة، مستر مانويل أنا رجعت انا وابراهيم المنيسي اول مره من اليابان، وقعد ابراهيم المنيسي اشترى كده جهاز تسجيل وقعد عمل معاه حديث يجي 3 ساعات، وانا كنت قاعد بسمع الاسئله وبسمع الاجوبه. اكتشفت ان الراجل ده عشان يجي مصر وينجح قرا كتير. اكيد قرا كتير عن مصر. اكيد قرا الناس اللي هيشتغل معاهم دول مين. فده راجل معني معني ان فكره هو اللي اشتغل التفاصيل. اكيد. على فكره الشغل مع مستر مانويل جوزيه في منتهى الصعوبه، مش سهل. اكيد اكيد. لانه لا يقبل الا النجاح، لا يقبل انك تقول له انا ما قدرتش. بالظبط. يعني انا اتذكر المره الثانيه لما جه كنا اتفقنا على شويه لعيبه، فتح باب الاوضه عليا بعد شهر وهو كان ما يخشش، نص داخله كده يقول لي يا عدلي خلص لي اللعيبه، فقلت له بتاخد شويه وقت، فراح مكشر قال لي مستر عدلي ام نوت كيدنج، انا ما جاتليش اللعيبه دي انا جاي انجح، انا هرجع بلدي. قلت له باذن الله هنجيبها لك، بس كمان احنا يعني احنا بنشتغل مع ناس صعبه انك انت تقنعها بسهوله، لكن اللعيبه اللي انت عايزها هتجيب. دي واحده. حادث ثاني اوريلك شخصيته، يعني على قدر ما كان هو قوي وحاسم ومتعب، الا انه كان سلس جدا فانه يديك القرار وانت واقف. يعني انا مره جالي عمرو ورده كان عنده 17 18 سنه وكان بيلعب في نادي سبورتنج، وجايبه لي واحد صاحبه، صاحب والده يعني. الولد مش عايز يلعب كوره، عايز يفضل يلعب مع اصحابه، وهو قال لي ده انا مستخسر الموهبه بتاعته بتاع. فقلت له يا عمرو انت عايز ايه؟ قال لي اصلا انا لو لعبت كوره لازم اتمرن مع مستر مانويل جوزيه بس. عشان نلعب كوره انا مش هاجي العب ناشئين ومش هاجي مش عارف ايه. قلت له يا ابني انت اتجننت. الكلام اللي تقوله ده. وبعدين قلت اتجنن ليه؟ طب بدل ما اتجنن قلت له استنى. ورحت داخل لمستر مانويل جوزيه. قلت له والله انا جاي اكلمك في موضوع انا مش عارف انت هتستغرب ولا هتقدر. في لعيب عندي عنده 17 سنه موهوب جدا، بيقول انا مستعد اجي العب في النادي الاهلي وهو ما بيلعبش في حته. بس بشرط اتمرن مع مستر مانويل جوزيه. ما اتمرنش غير مع مستر مانويل جوزيه. قال لي اندهولي. فدخلت عمرو ورده مع مستر مانويل جوزيه، فقال له انت قلت للعدلي كذا كذا؟ قال له اه. قال له انت قد الكلام ده؟ فقال له اه. قال له طب هنشوف وانت هتتمرن معايا. ايه رايك انه خد عمرو ورده واتمرن معاه، وبعد شهر كنا رايحين نلعب ماتش ودي في القادسيه في السعوديه، خدوا لعبوا المباراه. راجل قراراته واضحه، ولما بيشوف أكيد حاجه مقتنع بيها مفيش تردد عنده. اكيد. فكان بيريحني انا في التعاقدات، مش محتاجين ناخد وقت طويل ان احنا نركز على مين وما نركزش على مين. فالحقيقه انا اشتغلت مع شخصيه، راجل فيلسوف، راجل عنده مدرسه،
راجل صب بصمه للكره المصريه. انا بقول الكره المصريه في ثلاث مدربين، ايدوكوتي وفايسا ومانجوسي، لكن هو دول اللي غيروا الكره المصريه. بس مستر مانجوسي اكثرهم نجاحا ووراء واكثرهم حبا، حد بعد كده حصلت يمكن على مستوى المنتخب المصري لفتره طويله، لانه ساب مدرسه وراه. انا يعني اول بحييك على انك انت عرفت تجيبه، واتمنى ان مستر مانو جيسي يستمر عشقه لمصر، لان هي بتبادله الحب، ويا رب يفضل علاقته بالنادي الاهلي علاقه خاصه. ومين عارف، لان فكره ده نقدر نستعين بيه في تطوير قطاع عندنا، في تطوير زي ما قال لك الولاد الصغيرين اللي شايفينه ليجند واسطوره ومثل اعلى. كلنا نقدر ننقل طموحاتنا. على فكره الشغل والبناء في الاطفال اصعب واهم من الكبار، وانا مش عايز اكون طولت عليه اكتر. يا باشمهندس احنا نتشرف بيك، وحضرتك نورت الدنيا كلها. طبيعي طبعا انا احب مصر طول ما في ناس بتتكلم عني زي ما حضرتك ما بتتكلم عني كده، اكيد احب مصر جدا. بيشكر حضرتك كابتن عدلي، انا مشكور جدا على كلماتك. والاهلي ومصر هم بيتي الثاني فعلا. والكابتن عادلي عارف ان انا بقول الكلام اللي انا اللي في بالي فعلا، انا ما بقولش حاجات عشان ارضي الناس وخلاص. لو شايف ان حاجه لا او لا، بس لا فعلا دي الحقيقه، ان انا فعلا حاسس اني فيتي. اوكي. خلال سنين ما دخلتش فيها النادي بسبب الطريقه اللي اتعاملت بيها، مع اني ما عملتش حد وحش. فبتعبت شوية عن النادي. دلوقتي أنا حاسس إني رجعت بيتي فعلا. علشان كده قبلت الحديث مع الكابتن ميدو، عشان النادي وعشان الكابتن ميدو. فأنا اللي تعاقدت معاك. كنت تقريبا في سني، كنت خلاص كبير في السن ساعتها. بس كان سلوكك كويس. فعشان كده انا موجود هنا بشرف كبير ليا وفرحه كبيره، واشكرك يا كابتن عدلي على الكلمات. شكرا. ثانك يو. شكرا ليك يا باشمهندس عدلي، مهندس صفقات النادي الاهلي، راجل جميل جدا، كلام محترم جدا وكلام في محله. كل اللي بيقول كلام على مستر مانويل جوزيه بيقوله فعلا من قلبه، عشان كده هو مستر مهندس عدلي الكويعي. ان في ثلاث مدربين جم، منهم مستر مانويل جوزيه اللي غير شكل الكوره واكثرهم حبا واقناعا، وده الاهم للجماهير الاهلاويه. يعني انا اللي اتشرف ان حضرتك اخترتني، وكمان انا هفكر حضرتك بحاجه، يعني حاجه بالنسبه لي كانت كبيره جدا، بالنسبه ليك ممكن تكون ناسيها. انا جيت لما قلت هشتغل في التدريب، جيت اتعلم من حضرتك تاني. لما جيت اتفرجت على التدريب مانويل جوزيه بقى اللي هو المدرب، ان انا اشوفه انا كمدرب بالنسبه لي. كابتن قبل كده كابتن طارق العاشر جيت اتعلم من حضرتك كتير جدا، ولسه طبعا كابتن طارق العاشر بيقول انا تلميذ مانويل جوزيه، وافتخر ان انا تلميذ مانويل جوزيه، واعتقد مدربين كتير جدا اتعلموا من حضرتك. انا لما جيت كنت بردان، كنت رايح بردان، كان الوقت كان فيه مطر وبرد، فانا كنت رايح مخفف. فمستر مانويل جوزيه قال لي انت ازاي جاي كده؟ فاتوله جاكيت. انا الجاكيت ده يا جماعه مش عايز اقول لكم انا خدته من النادي بالعافيه، انا يعني لسه اول مره اقول الكلام ده واقول قدام حضرتك. خدت الجاكيت ده بالعافيه ومعلقه عندي في البيت، من الحاجات النادره جدا اللي انا قلت ان هو اهداها لي مستر مانويل جوزيه. مستر مانويل جوزيه قيمه كبيره جدا اللي اتعامل معاه واللي عرفه، زي ما المهندس عادل كوعي قال، واي حد اتعامل معاه يعرف قد ايه الراجل ده فعلا قيمه وقامه ومفكر فعلا، والراجل فيلسوف في كل حاجه. اوكي. مستر